هلا رح ننتقل لمختار البوشرية بالمتن الشمالي شربل خوري. استاذ شربل صباح الخير. خير استاذ عبدو، يعطيك العافية. الله يعافيك. امبارح صار في اشكال بالبوشرية، ممكن تخبرنا شو صار حتى ما تتكرر الامور؟ امبارح على الساعة 12:30 الظهر نعم بيجي شي 10 اشخاص على موتوسيكلات بيحاولوا ياخذوا بناية جلالة الاتحاد نعم وبناية ابو جوز، هول بنايتين فاضيين نعم بيقعدوا فيهم الناس من بيروت نعم. الوكيل البنيات بيتصل فينا كمختار على المنطقه، بنزل تحت نحكي مع الشباب وبلغنا المخابرات، مشكورين يعني بجوده المخابرات، وبيتعالج الموضوع وبيصير له جماعه من تحت. يعني محاولة محاولة السيطرة على الأبنية، محاولة مصادرة. نعم يعني هون نطلب من القوى الأمنية مشكورة أكيد تلبي النداء بسرعة. بس خلينا نذكر أستاذ شربل أنه الأبنية الغير مسكونة هي مش حق للنازحين، النازحين عندهم مراكز إيواء أمانتها لهم الدولة، بقى ما يعتدوا على الأماكن الخاصة والمنازل الخاصة. 100% انه هي املاك خاصه، وبالنهايه نحن على قد ما فينا كمجتمع عم نحاول نساعد النازحين اكيد، بس اكيد ضمن القوانين المرعيه اكيد، يعني وهن يا ريت بيلتزموا بالقوانين وما بيعتدوا على بيوت الناس. بس مضبوط. نعم في نازحين بالبوشريه مختار؟ عندنا بحدود 2500 شخص هو المسجلين لهلا بالمدارس، عندنا 7 مدارس. نعم نعم 2500 شخص، كيف عم تهتموا فيهم؟ وين موجودين؟ حدا عم بيساعد بموضوع المساعدات، المنظمات، الدولة، ما بعرف. أول شيء سعد قام مقام المتن ست مرنان حسيت مشكورة، هي أنشأت غرفة عمليات بالمتن. نعم. جدولت الأعداد بس مش الأسامي، ما مع الأسامي، ما مع الأعداد بكل مدرسة شو فيها. عم نحاول نحصي الشقق السكنية المستأجرة لنشوف بكل شقة كم قد عدد الأشخاص. الاتكال بعده بالوقت الحالي على الجمعيات وعلى الـ NGOs وعلى كل المبادرات الفردية. عم بيطلوا لأنه في مناطق الحمد لله متروكة لا NGO ولا منظمات ولا حدا. الحد الأدنى عم يتأمن صراحة. الحمد لله. الحمد لله. هلا في أبلكيشن بلشوا في ابلكيشن بلشوا البلديات تعبيها للنازحين ضمن السكن، هيدي بسلموها للقائم مقام للمحافظ لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، على امل انه من الاسبوع الجاي بلشوا يوصلوا مساعدات للنازحين يلي بالبيوت. طيب بالنسبة للمي عم بتأمن لهم صهاريج؟ عم بتأمن كمان مبادرات فردية صراحة. مبادرات فردية، الدولة ما تحركت بهالموضوع. مظبوط. طيب نحن بدنا نشكرك شرب الخوري مختار البوشرية، شكرا على هذه المداخلة.